لا الاخوه الاخوات دابا كانت واجدوا حدا الميناء ديال المسافرين بور ديال لي فواياجور كيمشيو من هنا من كيمشيو الناس للمغرب كما قلت لكم كيمشيو للطاليان كيمشيو للكورس هنا الناس واقفين الباطوات كاينين هنا باش غادي هما الناس باش اللي باغي يتحرك الباطو باطوات كبار كاينين هنا ديال المسافرين على عكس الجهه الاخرى اللي كنا شفنا اللي كانت خاصه بال لا سياحة وصافي وكاين حتى شوية الحوت تجارة الحوت هنا كل شيء يعني مسافرين هذا ميناء خاص بالإركاب والتجارة يعني ديال الرحلات الملاحة الجوية عفوا البحرية هانتم هنا تشوفوا ميناء ديال مارسيليا للركاب ماشي هذاك لافيي بور اللي كان قبل هما الكنيسة الكنيسة هنا تشوفوا هنا الكنيسة غادي نطلعوا عليها دابا شوفوا هنا هو الماء تشوفوا هنا طالعين طلعوا هنا نشوفوا شنو كاين في هاد الكنيسة ها انتم تقدروا تشوفوا وراء انا فهاد الجهة اللي هي كاين البور يعني هنا المعالم موجودين في يعني الطور تشوف هاد القلاع هادو كاينين في فرنسا كاينين وفي اسبانيا يعني معتمدين عليهم بزاف السياحة في اوروبا هنا باطو راه الباطو دابا من هنا طلعت باش يبان تبان القضيه مزيانه تبان الميناء والباطو مزيان تبان الدنيا عن من على كتبان احسن ها نتوما 16:45 هنا دي حوالي 5 ديال العشيه دابا حاليا كما كتشير الساعه 4:45 هانتوما هذا ميناء المسافرين ميناء المسافرين الموجود هنا بمدينة مارسيليا واللي جات حداه حتى هاد الكنيسة هادي اللي طلعنا باش نشوفو من هنايا المنظر بشكل أفضل والرؤية تكون واضحة أكثر باش حتى اللي يعني بغى يجي يعرف البلاصة ويعرف شنو كاين حداها هانتوما هادي هي الأجواء هنايا الفوق والمنظر بشكل أعلى هنا الدراري كيلعبو بابي دي ليغليز بابي دي ليغليز بابي دي ليغليز كاثوليك 1920 2005 اسبلان دي خوان بول nueva notificación de cámara tu dispositivo está sobrecalentado